اهلا بكم متابعي انفاستافي، رجعنا لكم في لقاء جديد. اللقاء ديالنا اليوم معنا رائد من رواد السينما المغربيه، هو مخرج مغربي، من ابرز اعماله هو الطريق الى كابول. معنا اليوم الاستاذ ابراهيم الشكيري. اهلا بك سي ابراهيم. السلام عليكم، شكرا للاستضافه. اولا سي شكيري، اليوم اللقاء ديالنا غنبداو بالمناسبه ديال الكشف على المشاريع اللي تلقات الدعم او التسويق، استفدت من التسويق ديال الدعم. فبهذه المناسبه غنبغيو نسلطوا الضوء على الدعم السينمائي المغربي. بالنسبه لك، كتشوف ان الاعمال اللي كتستافد من الدعم السينما في المغرب كتستاهل هذا الدعم اللي كتعطاها؟ هو ما قدرش نقول شي حاجه تستاهل وما تستاهل، هذاك الشيء تيجي للبوبليك هو اللي خصو يشوف. انا اسكو جو بونس هاد الدعم خصو يتغير، خصو يتغير فكيفاش يتعطى وعلاش تنعطو. اوكي، حيت بالنسبه ليا باغ اكزومبل كان الناس يديروا ان بروجي تكتبوا بلي بابي تعطوا لي بابي للسي سي ام، وهذوك من دوك الاوراق تعطوهم الفلوس. اوكي، وكاين الناس تيصوروا فيلم تيانفيستيو تيجيبوا الناس تيصوروا تحت فلوسو وتعطيهم سكون ابل لا بري برودكسيون. هذيك لا بري برودكسيون 10 فوا موان que la production. يعني في القواعد tu peux gagner plus d'argent que الا مشيتي خدمتي. دونك سما مون افي هنا خصو يتغير هاد المعطيات، يعني خصو يتغير الطريقه كيفاش يتم المنح ديال هذاك الدعم. خصو يتبدل، خصو يتعطى بلوس دارجون بور لا بري برود بور من بعد لا برودكسيون او موان دارجون سور لي 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 بري برودكسيون. وبالنسبه لك انت، يعني انت ديجا مني وصلتي للمغرب، يعني لانك انت كنتي كتشتغل في الخارج في الاول وقررتي انك تخلي بلادك، وهي فين تعرفتي في البلد ديالك وما تعرفتيش غير بالسينما وانما تعرفتي حتى بالاعمال ديالك التلفزيه. فبالنسبه لك انت، بالنسبه للسينما، واش المغرب فعلا حقق واحد التطور على المستوى السينمائي؟ لا لا لا، بور مو المغرب ما وصل با غران شوز. حيت علاش؟ حيت كيفاش مخدومين لي بواط دو برودكسيون لي بروجي وكيفاش تيقلبوا على الفلوس، فين تيجيبوا الفلوس؟ تيجيبوهم من السي سي ام ولا تيجيبوهم من برا. يعني بوكو دو برودكتور بوكو دو رياليزاتور الهدف ديالهم الوحيد هما يرضيو عليهم، يكونوا رضاو عليهم الناس ديال برا، يعني لي سوبونسيون ديال فرنسا ديال بلجيكا وديال هولندا. يعني هادشي تيخلينا في واحد المعمع، واحد سيستيم. هذاك السيستيم هو دائما لي بروجي ن سادريس با للبوبليك ماروكان. يعني كتشوف بان المشاريع السينمائيه اللي كتتم في المغرب ما كتكونش موجهه 100% للجمهور المغربي، وانما كيكونوا المخرجين. هادشي اللي فهمت من الهضره ديالك، ان المخرجين الهدف ديالهم ديك الساعه هو انهم يضمنوا واحد المكانه في السوق الاوروبيه ولا السوق الاجنبيه. ميم با السوق، ما تخدموش على السوق، تخدموا على لي فيستيفال. مهرجانات. الا داز في مهرجان واخا يكون حتى ديال واحد الدور في بلجيكا، هو عنده ليه انجاز. هو الا درتي فيلم ونجح هنا في المغرب راه سي غيان ليتو داكشي. شوفي غير لي جورناليست كيفاش تيهضروا على لي فيلم اللي نجحوا، حيت كاين بزاف ديال الافلام المغاربه اللي نجحوا في المغرب ما تيهضروش عليهم، يعني مين عبد داكشي ما تيحترموهمش، وكاينش تيهضروا على دي ستوبيد فيلم بور موا كي ما تيغوبريزونتي غيان ليتو. شاد بريف شي دوار ولا في شي بتيت فيل في لا سويس ولا في لوتريش ولا شي بلاصه، تردهم شي حاجه واعره. حيت هذيك لا مونتاليتي ديال الكولونيزاسيون، مونتاليتي ديال لي افريكان اللي عندنا شويه ان بو تنعبدوا شويه لوروب، تنعبدوا شويه برا، تخلينا في هاد لو سيركل. يعني كنشوف انك دائما حنايا المنتوج المغربي ورغم انه يكون ناجح ما كيتسلطش عليه الضوء بالقدر اللي كيتسلط على الضوء على الانتاجات اللي كتكون اجنبيه، اللي تتكون موجهه للاجانب. موجهه للاجانب فعلا. وبالنسبه لك دابا مثلا الانتاجات، قلتي بان السينما المغربيه مازال خاصها بزاف باش تقدم وتوصل لواحد المستوى اللي مطلوب واللي يرقى للمشاهد المغربي، وانها ما كتوجهش اصلا للمشاهد المغربي. فبالنسبه لك انت، شنو الطريقه اللي ممكن اننا نرفعوا من يعني نرفعوا من الشان ديال السينما المغربيه في نظرك انت؟ النظر ديالي هو عندك دو تخوا شوز. يعني بروميرمون خص لي سال دو سينما، خص باش ما كاين قاعات سينما باش ما الناس غيمشيو، باش ما ان فيلم بو رابورتي دو لارجون المنتج ديالو. دوزيامون الدعم، كيفاش تحفظ الدعم، كيفاش تعطي الدعم لشي فيلم. خصنا نشوفو نديرو دي كاتيغوري ديال الافلام، كاتيغوري ديال فيلم برومي فيلم ديال شي جون مسكين اللي باغي يبدا اول فيلم ديالو داكشي،
كان كاتيجوري ديال لي فيلم بور لو بوبليك وكاين لي كاتيجوري ديال فيلم دوتور وخص يكون واحد يتعطى الحق ديالو. دابا هنا في المغرب عادي بازين كلشي على لي فيلم دوتور وعلى لي فيلم ديال سيغتان غيليزاتور معروفين اللي عندهم كل عام اكبر مبلغ مخالفين فيها اربعه الناس وجوج ديكورات اكبر مبلغ تيشدو وشكاني مقدمين لي زوسكار مقدمين هنا وهنا هنا يعني واحد الاحتقار يعني ما مشاوش هاد الناس اللي كيحتكروا الميدان يعني ما تفتحش المجال للناس اخرين انهم يدخلوا حتى هما يديروا الانتاجات ديالهم. اه لا ما غيتفك حتى يديروا واحد سيستيم ديفالواسيون حيت في المغرب واعرين في واحد الحاجه تلقاو دي بلان ديال سيفونسيون دي بلان ديال ليد وداكشي تيحطوا الفلوس ومن بعد تنساو كيفاش تفرقوا شكون اللي جدهم شكون اللي ما جدهم اش داروا بهم سون فو العام الجاي تنديروا اوت شوز يعني متابعه ما كتبقاش ما كاينش متابعه ما كاينش ليفالواسيون ما كاين والو شحال من بروجي تقريه بروميير سيكونس تلقاي المدينه 1000 واحد تمشى في الزنقه وهادو لي زيكوبتير تلقاي شي حاجه كبيره وفي لا رياليتي لو تيجي صور تيصور واحد في الصالون ديالو تيشوف الشجر قال المؤهب كاين البشر بزاف في الزنقه يعني داكشي اللي طحت لهم في السيناريو اللي تيدعموا كل عليه ماشي هو داكشي اللي تيصور اللي كيتصور فعلا وهادشي ما كانش ليفالواسيون ديال هادشي ليفالواسيون اللي كان الوحيده هو على فان تجيب لي فاكتور اللي كلشي عارفين واش تيجيبهم اغوش ادوات كلشي داكشي مقاد كوم يفو يعني ما كانش شي اوتر ايفالواسيون ارتستيك ولا شكون انت ولا كيفاش درتي ولا يعني عندنا هنايا طرقتي جوج المواضيع الحساسه اللي هما اولا خاص مراقبه الاعمال من بعد مراقبه الاعمال اللي استفدت من الدعم وثانيا من هذيك المراقبه اللي غتخول لنا اننا نقيموا هذوك الاعمال واش فعلا هي كتستحق انها تدعم او لا ما كتستحقش واش بور لا تيليفزيون حتى هو سي لا ميم شوز يعني حتى الدراما الدراما التلفزيون سي لا ميم شوز وعلى ذكر الدراما انت اشتغلتي في الدراما التلفزيون وعندك خبره كبيره في الدراما التلفزيون ماشي غير على مستوى الاخراج وانما على مستوى حتى كتابه السيناريو فبالنسبه لك كتشوف بان فعلا دابا كاين مجموعه من الناس اللي كتقول بان الدراما المغربيه في السنوات الاخيره عرفات واحد الانتعاشه وعرفات واحد التطور والمستوى ديالها طلع واش انت متفق مع هذه القضيه؟ لا هو اش عرفات الدراما المغربيه هو كثروا لي برودكسيون مي لا كاليتي وكيفاش الكتابه وداك الشيء بور موا سي با سي ماشي شي حاجه زعما شي حيت لا بروف ما تنبيعوش داك الشيء ديالنا ما تتباع نول بار كون كان كاليتي ولا شي حاجه كون غيتباع ولا غيطلبوه الناس دوزيامون الا تتشوفي هذا البروجي هذا العام بحال البروجي ديال العام الجاي بحال البروجي اللي فات لي ميم زاكتور لي ميم كوستيم لي ميم ديكور اربعه ديال الضيوف في كازا بلانكا تيدرو فيها لي برودكسيون اربعه لي كوميديان تيدرو معاهم تيزيدو لهم دوك ديال فيسبوك وانستغرام اللي طالعين في توندونس مؤثرين المخرجين تلقى مخرج تيسلسل سبعه ديال البروجي واحد ورا الاخر ما تعقل كاع على شكو على هذا ولا هذا يعني يا با حيت لي فاليوسو ما كايناش عاوتاني سي لا ميم شوز لي فاليوسو ما كايناش و تيدخلوا باغ اكزومبل داخلين في واحد داروا واحد شي واحد داروا فيلم على واحد تبيع الخبز في الزنقه ونجح تفرجوا فيه الناس حيت ما كاين والو ما يتفرج كاين ما تفرج يعني تفرجوا فيه الناس تقول لك اول بروجي جي خصك دير لي الثاني ديالو ودير لي شي حاجه تشبه لديك اللي تبيع الخبز وغادي تما كتب عندي ديروا الخبز ولا تبيعوا يعني اون فوا كيتنجح واحد الحاجه ماشي تنجح حيت داك الشيء اللي كاين شي واحد يدير الرجوع وتعطيه الخبز قاصح فورا مزيان الخبز قاصح فرحان يعني ما عندوش اوت شوز يا با لو شو عنده غير الخبز القاصح فعلا يعني ما كاينش بديل في غياب البديل فكنتقبل المنتج واجي سارونج منتجين حيت المنتجين سا لي زارونج هاد الشيء حيت سي دي بروجي كي كوت با شير مليار وشي حاجه تاعتهم مليار و200 مليون بوغ المسلسل بوغ مليار و200 مليون بلس تي في وتتصاوب ب 400 500 600 مليون بروجيات خمسة ستة سبعة في العام يعني سارونج تو الموند هذا سارونج هذا سارونج لا تيليفزيون سارونج علاش لا تيليفزيون تتخرج ان بيدجي تيدخل ليها لي كاسيت مقادين في الوقت ديالهم تيديفيزيو تتفرجوا مغاربة حيت مغاربة مشتاقين يعني تتفرجوا في داكشي ديالهم المغاربة سي الشعب الوحيد اللي عزيز عليه داكشي ديالو واخا يكون اللي بغا يكون فهمتي
والمنتجين سالي زارونج برودكسيون خفيفه رخيصه و... يعني تما غيبقاو في هادشي غيبقاو في هادشي غيبقاو في هادشي حتى يجي ان جو واحد لوطخ اون سوسيتي ولا تجي شي شركه اخرى اللي غتحطم هادشي كلشي. بالنسبه لك سي شكيري واش ندمتي انك القرار اللي خديتي بانك تدخل المغرب واش ندمتي عليه؟ لا علاش؟ انا في بلادي وفرحان ونو نو ما ندمتش نو نو انا جو مسون بيان في البلاد. يا دي ديفو يعني بحال سي تو تو ان فامي تو ان فخير كي الكوليك اون سور كي ما تتقراش وفهمتي سي كوم سا ما عندك ما دير. يا دي ديفو في البلاد تتأقلم تتأقلم تيسي تشونجي تيسي تصبر تو سي بون سي تا با انا دي لا فامي ديالي كاين هنا دونك نو نو مزيان. يعني انت ما عمرك ندمتي على هذا القرار اللي خديتيه رغم انك كنت ناجح وعندك اعمال تم في الخارج؟ ما نقولش كنت ناجح سي فو كذب عليك. نو نو كنت كتشوف انك ما كنتيش داكشي اللي حققتي هنايا اكثر من داكشي اللي حققتي ليه بيان سور. حيت هنا قلت لك كاين واحد الحاجه اللي مزيانه هو البوبليك. البوبليك رغم كلشي لي مانيبيولاسيون ديال لي ريسبونساب ديال لي جون اللي ما تيحملوك في الطومين لهاد الهضره وهاد التخربيقات كلشي البوبليك تيحترم الخدمه. وفي الختام سي ابراهيم بغينا نعرفوا التجربه ديال الفيلم ديالك الطريق الى كابول شنو غيرات في المسار ديالك كمخرج؟ والو والو ما غيرات والو بالحق ما غيرات والو في يعني النفس كيفاش ندابز باش نجيب لي بروجي باش نتلاقى مع الناس وهذا لا ميم شوز. يعني هاد البلاد ماشي بلاد ديال لي كون شي واحد لي ريوسي تيقلبوا عليه الناس. هادو كونترير كون تو ريوسي سي با بون كون تو ريوسي فوتر كا يعني كتشوف ان الا نجحتي في الا نجحتي تيحاربوك هذيك الساعه سي بيزار. انا ما تقلبوش على الا غيزون استاذ الكراي كون يدي لا كومبيتونس. لا كومبيتونس ما تيبغوهاش ما تيبغوهاش باسكو لا كومبيتونس تتبين الفشل ديال ديالك. دابا الا نخدم مع واحد كوليك ديالي كومبيتون ماشي فرحان وغندير انا باش نكون تا انا كومبيتون. لا انا نحاول نهرسو حيت سي كوم ساك سا فونكسيون. يعني بحال كتخفف على تخفف الفشل ديالك بتهرس الاخر. شكرا بزاف سي ابراهيم على صراحتك وكان هذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد. السلام عليكم.